من المؤسسات أيضا الاجتماعية التي تقوم بأدوار تربوية مهمة جدا المؤسسات الأمنية بصورة عامة، وهي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المسؤولة عن المحافظة على الأمن الداخلي واستتبابه وتوفير سبل الراحة والطمأنينة والاستقرار، وهي المؤسسات التي تقوم بمحاولة منع الجرائم والوقوف دونها دون حصولها عن طريق المراقبة والمتابعة والحراسة والبحث والتحري وتنفيذ الأحكام. طبعا من المؤسسات الأمنية الأساسية مؤسسة الجيش أو المؤسسة العسكرية، وطبعا الجيش أو المؤسسة العسكرية هو في مختلف أنحاء العالم هو مدرسة، مدرسة للنظام والانضباط والالتزام بالأهداف المطلوبة. كذلك مؤسسة المدارس العسكرية بصورة عامة، المدارس العسكرية، مدارس تكوين الضباط، ضباط الصف، مدارس تكوين الشرطة، جهاز الحرس، مدارس الأمن العمومي، مدارس كل المدارس ذات الطبيعة العسكرية، كلها هي مدارس في الواقع مهمة لأن لها أدوار تربوية كبيرة. من هذه الأدوار هي التربوية، العمل على أسباب توفير حماية المجتمع وسلامته، هذا مهمة يعني الأولى لهذه المؤسسات، وهي مهمة تربوية أساسية. المهمة الثانية تنمية ورفع مستوى الوعي الأمني بين جميع أفراد المجتمع. المهمة أو الدور التربوي الثالث توثيق الصلة بين منسوبي قوات الأمن والمجتمع عبر بيان دورهم الاجتماعي التكاملي. ثم أخيرا تأكيد جعل الأمن في المجتمع مسؤولية مشتركة بين الجميع، لأن طبعا قصة الأمن في كل مجتمع هي قصة لا تتعلق برجل الأمن فقط أو العسكري فقط، بل تتعلق بكل فرد منا وبمسؤولية كل فرد منا وبمشاركة وبوعي كل فرد من أفراد المجتمع. بالنهاية كخلاصة لهذه الوحدة أو هذا الفصل الخامس المتعلق بالمؤسسات التربوية في المجتمع، نجد هذا الشكل الدائري الذي يحتوي في مركزه أو في محوره على كلمة المؤسسات التربوية في المجتمع، ودوائر تحيط به هي هذه المؤسسات التي رأيناها، رأينا أولا الأسرة، ثانيا المؤسسات التعليمية، ثالثا المؤسسات الدينية والخيرية، رابعا المؤسسات الثقافية، خامسا مؤسسات الإعلام والاتصال، سادسا جماعات الرفاق والأقران، سابعا المؤسسات الترويحية، ثامنا المؤسسات الوظيفية، وأخيرا المؤسسات الأمنية. ما نريد أن نؤكد عليه كخلاصة في نهاية الأمر أن جميع هذه المؤسسات يجب أن تؤدي دورها التربوي في تناغم وفي تكامل وفي تعاون، لأنه إذا كانت بعض المؤسسات تهدم عمل المؤسسات الأخرى فإن ذلك سيعيق من جودة الخدمات التربوية للمؤسسات وسيعيق المجتمع في تحقيق أهدافه الأساسية. للأسف الشديد في واقعنا مثلا نرى أن بعض المؤسسات التعليمية اليوم تشتغل بمفردها، مثلا المدرسة تشتغل أحيانا دون اهتمام كاف من المؤسسات الأخرى ودون مساعدة كافية من المؤسسات الأخرى لكي تنهض المدرسة بدورها التربوي العظيم. إذا الأفضل وضع أو أفضل حالة هي أن تتناغم كل هذه المؤسسات وتتعاضد وتتكامل وتتعاون من أجل تحقيق الأهداف التربوية للمجتمع بصورة عامة. في النهاية كي أختم هذه الوحدة الخامسة نقول أنه من المفروض أن نتطرق إلى وحدة أخرى أو فصل آخر بعنوان رجال الفكر التربوي عبر العصور، أو يعني الفكر التربوي عبر العصور. في الواقع الأمر
تعرضنا في الفصل في فصل أصول التربية الفصل الثاني أو الفصل الثالث عفوا الأصول التربوية إلى بعض نماذج المدارس التربوية والفكرية وبعض علماء التربية، لذلك نكتفي بها ولا نريد أن نكرر ما تضمنه بالأساس الفصل الثالث. في الأخير نتمنى النجاح والتوفيق للجميع، وشكرا لكم.